المقطوعين واحدة من أكبر مآسي وكوارث الظلم، تعذيب معلم ومربي أجيال من أبشع المسائل التي تجاوزتها الإنسانية منذ العصور الوسطى حتى لقي ربه راضيا مرضيا. قال تعالى: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الأستاذ الفاضل الخلوق المرادق سبع السيرة عالي الهمة رجل المجتمع المهتم بقضايا الناس الوطني الغيور الحبيب أحمد الخير، هو شهيد الواجب الديني والوطني والأخلاقي. قال أبي الرحمة عليه أفضل الصلاة وتم التسليم: أفضل الجهاد كلمة الحق لدى سلطان جائر. وتعالى نبي الرحمة: ألا نعيم الظالم، بقوله: سيكون عليكم نمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولن يرد علي الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم حاثت أمته على التصدي للظلم والجبروت قائلا: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم إنك أنت ظالم فقد تودع منهم وبط الأرض خير من ظهرها. وطرنا تقسموا وأهله تشذموا وأنهكهم الظلم والتعذيب والقتل وانتهاك الحرمات والفساد والإفقار والبرف ومصادرة الأموال. الواجب الوطني يدعونا للتصدي. فتح الأمر وتجاوز حسابات السياسة وأصبحت القضية قضية ضمير ومبادئ وأخلاق. الحبيب أحمد خير شهيد الوطن وزملاء الشهداء هم أفاضلنا، هم أفاضلنا وخيارنا دينا ووطنية وأخلاقا. نجد إلى وعي في أروع ممارسة السجنية الحضارية تعبيرا عن مصائر المشروع. ولكن يد البطش والظلم والقتل والتعدي والغدر والخيانة كانت عليهم بالمرصاد، ولفضلهم كرمهم الله واختارهم الشهداء وأبطال فنالوا حسن الخاتمة. حبيبنا وفقيدنا الشهيد الراحل تعرض للتعذيب ومحاولة الإذلال وامتهان الكرامة، ضربوه وعذبوه حتى سقط شهيدا في أيديهم واختار الله عنده شهيدا مكرما في أعدائه بإذن الله. سيد وتناسب قلبه تعالى ولقد كرمنا بني آدم تكريما مطلقا بلا انتماء. وقوله صلى الله عليه وسلم خاطبا الكعبة الشريفة: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده بحرمة المؤمن أعظم حرمة عند الله منك ماله ودمه. وقعوا في وعيده صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وفي وعيده فيها: وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اللهم أنت الحكم العدل المنتقم الجبار، عندما يأتونك هؤلاء أنت كفيل بهم. ونضرع إليك يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، ندعوك دعاء المظلومين: يا الله يا كريم يا مجيب، أرنا فيهم يوما من الأيام من الشبان يجب أن نتذهب قدراً، وهو وهذه الدماء دين على رقابنا جميعاً نحن شعب السودان فرداً فرداً بمسؤولية فردية.
لأن تضحيتهم لم تكن من طائفة خاصة بل من أجلنا جميعا. يجب أولا الخفاف من القتلة، كل الحلقة الشريرة لا يستثنى أحد مهما عظم فعله. حتى النبي رحمة الله عليه وسلم قال: من كنت يأكل ظهرا فهذا ظهري فليستخدم. إذا ما في دليل على القصاص والمحاسبة، ونحن في ناس في الولاية ولكن في المركز كان تهديدات، هددونا بجلس الرقاب، هددونا بجنايه الطب، هددونا باستخدام آية القصاص مع أننا معنا في الاختصاص. ثم بعد القصاص إن الوفاء للشهداء يكون مما يشفع الفلاح وتحقيق دولة الحرية والكرامة والعدالة والمساواة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. حرية، سلام، وعدالة، الثورة خيار الشعب. من الأزمات من كل جانب، انتهاكات حقوق الإنسان وما تجر من أحكام العدة الدولية، العدة الإقليمية، الكارثة الاقتصادية، تعطل الإنتاج، توقف الصافي، شحت العملة الصعبة، شحت العملة المحلية، صادروا أموالنا، تحاصرهم وقهاد وداء وحدة الشعب الصامد الأبين بكل مكوناته في وجهه. هذه معرفة كل الشعب ضد ظالمينه وقاتليه. بالمقياس الديني سقطوا، بالمقياس الوطني سقطوا، بالمقياس الأخلاقي سقطوا. علينا نحن أهل السودان الذين من التوحد ولبنة الصفوف وتوحيد الكلمة ونبذ الفرقة والشتات والتصدي للظلم والتوسل بالأخلاق في وجه من يسعى لوردها. علينا التمسك بالسلمية مهما كانت التضحيات فهي نقطة وجمة. نتوحد بلا أجندة حزبية، فالقضية قضية كل الشعب السوداني، والمعرفة معرفة كل الشعب السوداني. هذا هو الوفاء لدماء الشهداء والوفاء لآبائنا وأجدادنا الذين سلمونا وطنا حرا وشعبا كريما. إن صمودنا وتضحيتنا تضيق عليهم الحصار وتقربنا من خلاص الوطن وكرامة الشعب. اللهم تقبل شهدائنا شهيدنا وشهدائنا وإنك في أعلى عليين، واعطهم فسيحة الناتقة المعلمين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الولاية رفيقا، وأصلح بركة في نفوسهم وصدقهم يا رب العالمين، وصدق الشعب السودان كله على هذه المحنة، وأصلح بركة فيه جميعا، واقتلهم من الوفاء للشهداء. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، آمين، وتسترنا بها من جميع السيئات، آمين، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع السيئات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.